الله الله. ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش ذا المكان يا هاني؟ ايش هذا؟ تعالوا يا ابن حلال. الله، هذا مجدي اللي قاعدين تحشوا فيه من اليوم. وش سوى؟ ايش فيه؟ ماخذ لنا غرفة خاصة في اي بي لنا. انت ايش قاعد تفكر فيه انت؟ والله شوف الطيب هاني. شوف ها، والله بقدم اعتذار. اي والله انا اسف يا مجدي اذا ظلمتك. انت صدق اي شيء يقوله تصدق انت؟ بناكل الكلب احنا هنا؟ جيب لي بخور ضب، انا اقعد اشم البخور. غرفه خاصه بخورها ودنيتها. غرفه بخور طيب كذا يا اخي، الناس لما تيجي عندهم يحطون لك طيب، يقدمون لك يعني حاجه. هذه دفع لها مبلغ خاص. اي هذه دافعها مجدي عشان تيجي انت وتيجي عشان نرتاح وتاخذ راحتك. انت ما تخاف الله انت. ها الحين بس عرفتوا مجدي؟ انت ما تخاف الله. انا من اقول لك انا في دوار البحر. ابراهيم قدم اعتذار لمجدي. قدمت اعتذار، قدم اعتذار. اقول لك شيء، مجدي هذا من افضل الناس اللي شفته في حياتي. ولده تربى على يدي. انا نفسي ولدي كان عاق. استريحوا. هاي استريحوا. انا من اجود الناس شفته مجدي. حط هذا في طرف الغرفه. صراحه شوف واحد. صراحه احنا استعجلنا في الحكم على مجدي. وهذه الحاله تجي للشخص اللي جيعان جدا، للغاضب جدا، يقول كلام ما يحسب حسابه. بعدين اكتشف انه في حاجه حلوه. لا لا انا ما استعجلت على شيء، انا اقول مجدي من افضل الناس وافضل المنتجين. حتى لو تكلمت هذا ما ادري ممكن تاثرت بشخص معين، لكن في نهايه الامر مجدي ولدي وانا بيدي ربيته، وصعب يعني مهما اقول بس انه قلبي. عموما مجدي يقول لكم ان شاء الله ما هو بجايكم الا اللي يسركم. والله يبيض وجهه. واي شيء تطلبونه هو حاضر. انا مضغوط مع ليمون وفلفل. انت مضغوط انت وياه من يوم دخلتوا اصلا. والله انه مضغوط. انتم مضغوطين الاثنين يعني من الجوع. انا مضغوط وذا الليمونه السوداء. انا وقفنا. انا الليمونه السوداء يا الربيان. انا الليمونه السوداء. وانت الربيان الخضراء. الربيان الخضراء. اقول لكم اعزائي المشاهدين الكرام يعني بكل امانه. مجدي انا يعني لو قلت شيء ترى مو من قلبي. اول مره في حياتي اشوف واحد يقص الخشم. اختم اللقاء بجي. والله بالغ، والله بالغ. انا ما ايش حسيت انه مرفق. سبحان الله ترى خشم. اخذ شيء، اخذ حقك. الله اخذ حق مجدي. الله اخذ حق مجدي. الاثنين دولة صاروا يتزابدون مع بعض. شفت كيف؟ ما شاء الله. شوفوا شلون. ايش هذا؟ شوفوا الدلع. ها والله مجدي ما قصر يا جماعه. والله يا اخي كويس يعني مجدي انا اثق فيه. انا اثق فيه لكن انت الله يديك ما ادري شيكم عليه انتم الاثنين. اقول ايه. سم. قول بسم الله. بسم الله بسم الله. ايوه ولا تتكلم على مجدي عشان ايش؟ لسه الرحله ما انتهت. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. قلنا بسم الله. يلا. قلنا بسم الله. بسم الله. اوه يا الله والله العظيم لذيذ. لذيذ ما شاء الله ما شاء الله. عمري ما اكلت مضغوط بهذا الشيء. طبعا هذه ترمى دقها بالخمس. الله يعافيك. والله انك صادم. خلاص كذا خلاص انتهينا. تقدر تقفل انتهينا. قفلوا الباب يا شباب. لا قفلوا التلفزيون يا مشاهدين.